شركة سينماتكس، وبرحب بيكم في ورشة اليوم الواحد في التمثيل. فكري الناس دي تاني في المجال. اكشن على طول. انت المديرة بتاعتي وناخد كلامي من دي على اساس ايه يعني؟ على اساس ايه؟ ايه يعني ايه ما بتفهمش؟ ايه هي قالت لك من الاول؟ ايوه ده على اساس ان هي مين؟ كل مره توقعت كده في ورطه ودخلتي ودورتي معايا ليه؟ ما كان ممكن ما تدخليش. وانا اكبرتك وانا مسكتك من ايدك. صح انا غلطانه، سمعت كلامك من البدايه. دلوقتي الخناق مش هيجيب حاجه، احنا نفكر معاه اكتر من كده ونهدى شويه. طب والمشكله إيه؟ اللي عمال يقل ده يا جماعه اللي انا قريته ده عارف لنفسنا.